مساء الخير أعزائي طلبة وطالبات الصف الثالث الثانوي، أهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من حلقات الفلسفة. النهاردة هنكمل مع بعض رحلتنا في البيوتيقة أو رؤية الفلسفة للأخلاق البيولوجية والطبية. طبعا احنا الحصة اللي فاتت أو المحاضرة اللي فاتت اتكلمنا عن المعايير الطبية الأساسية أو معايير الطب الحديث، قلنا المنفعة كل ما هو خير لمصلحة المريض، اتكلمنا عن عدم إلحاق الأذى أو كف الأذى، منع الضرر لإلحاق المريض، اتكلمنا عن الاستقلالية الذاتية أو الاستقلالية الفردية من حق كل إنسان اتخاذ قرار في العلاج بشأن العلاج دون إجبار أو أي مؤثرات خارجية، اتكلمنا أيضا عن العدالة والمساواة من حق جميع الناس أو من حق جميع المرضى تلقي العلاج وكل ما هو مستجد من أدوية وتقنيات حديثة ليحسن من مستوى الحياة. النهاردة هنكمل رحلتنا في البيوتيقة وجزء شيق جدا خاص بأخلاقيات الأبحاث المتعلقة بالوراثة البشرية. إيه أخلاقيات الأبحاث المتعلقة بالوراثة البشرية؟ قال لي إحنا في حاجة اسمها عشان نعمل بحث أو ندي علاج لمريض معين لابد من الموافقة، فهناخد حاجة اسمها الموافقة المستنيرة. يبقى تاني كده، أخلاقيات الأبحاث المتعلقة بالوراثة البشرية: قبل أي مريض يتلقى علاج أو هنعمل عليه بحث طبي أو إجراء معين لابد أن يكون بشكل إرادي. بشكل إرادي إزاي؟ يعني ناخد إذنه قبل تدخل أي رعاية صحية. أخلاقيات الأبحاث، ما معنى أخلاقيات الأبحاث المتعلقة بالوراثة البشرية؟ بنقول تاني الموافقة المستنيرة. يعني إيه موافقة مستنيرة؟ وإيه عناصر الموافقة المستنيرة؟ بنقول إن الموافقة المستنيرة في مضمونها العام عملية الحصول على إذن. أنا باخد إذن من حضرتك قبل إجراء تدخل الرعاية الصحية. مقدم الرعاية الصحية أو الأطباء بيطلبوا من المريض الموافقة على تلقي العلاج. قبل ما يقدموا له العلاج لازم بيقدم الموافقة بكامل حريته. يعني الأطباء قبل أي اختبار وأي قبل تقديم علاج لازم ياخدوا إذن المريض. مفيش حاجة اسمها إجبار. الموافقة المستنيرة دليل على الطوعية، دليل على الحرية، إن الإجراءات دي هتتم بشكل إرادي. أنا بعرفك المعلومات المتعلقة بالمرض بتاعك، بقول الفوائد، بقول المخاطر، بقول الأدوية اللي هناخدها أو الإجراءات اللي هنمشي عليها، ومن خلالها حضرتك بتوافق. موافقة مستنيرة من حقك في الحصول على معلومات. يبقى أنا باخد معلومات، بشوف الحاجات البديلة، المخاطر، الفوائد، عشان يكون ليا كامل الحرية في اتخاذ قرار. يبقى النهاردة لابد ان الابحاث واجراء التجارب او اعطاء ادوية للمريض بيكون بكامل حريته. يبقى موافقة مستنيرة. ايه عناصر الموافقة المستنيرة؟ الافصاح، الفهم، الاهلية، الطوعية، الموافقة. هنبدأ رحلتنا مع بعض. احنا قلنا الموافقة هي اعطاء او اخذ اذن من المريض بكامل حريته. اذا الابحاث المتعلقة بالوراثة البشرية اسمها ايه؟ الموافقة المستنيرة. ايه هي الموافقة المستنيرة؟ التزام الاطباء للسماح بالمرضى بالمشاركة بالمساهمة في الرعاية التي يتلقونها. المريض من حقه يقول رأيه، من حقه ناخد منه الإذن دون إجبار أو إكراه. يبقى تاني كده موافقة مستنيرة. زي إيه؟ إحنا الفترة دي عندنا حاجة هتتوزع على طلبة التالتة ثانوي في المدارس، استمارة الموافقة المستنيرة اللي بيمضي عليها ولي الأمر بإجراء التطعيم أو إجراء أخذ لقاح فيروس كورونا. هنسمع عنها وسمعنا عنها وأعلنوا عنها، وهتبدأ تتوزع الاستمارات في المدارس
لتولي اللقاح بالنسبة للطلبة. إيه بنقول موافقة مستنيرة. لو فرحت حضرتك الاستمارة بتاعت الموافقة المستنيرة بيقول لك إيه هي الإجراءات، وعشان خاطر المرض اللي هو موجود، الفيروس اللي موجود والوقاية وحماية حضرتك هنديك لقاح بيتكلم فيه عن بعض الأعراض إن أنت ممكن تصاحبها نتيجة أخذ هذا اللقاح، وإن هي مش خطرة، وبالعكس إن إحنا بنحميك. بتقرأ حضرتك الاستمارة دي وبتمضي عليها بالموافقة. مين اللي بيمضي عليها؟ ولي الأمر، وهنعرف ليه دلوقتي. يبقى تاني كده، موافقة مستنيرة إحنا هنسمعها الفترة دي في مدارسنا. بيقول هيتم اللقاح لطلبة من سن 15 ل 18 سنة في المدارس بناء على توزيع استمارة اسمها الموافقة المستنيرة. بمعنى إحنا هناخد الإذن من حضرتك إن أنت موافق على أخذ اللقاح. يبقى كده بقول موافقة مستنيرة. طيب إيه عناصرها؟ الإفصاح، الفهم، الأهلية، الطوعية، الموافقة. الإفصاح يعني إخبار المريض بالمعلومات البحث من قبل الطبيب. يعني إيه؟ الإفصاح معناها إن أنا أقول لك، أفهمك، أوضح لك، أكشف لك الحالة المرضية بتاعتك. أنا هنا بوضح لك في استمارة الموافقة المستنيرة، بقول لك إن إحنا عندنا وباء فيروس اسمه فيروس كورونا، عندنا مقدمين اللقاح ده بيحميك من المرض، بيخفف الأعراض لهذا الوباء. يبقى أنا بوضح لك، بأكشف لك عن معلومات خاصة بهذا الفيروس. طب مريض تاني، مريض بالكانسر، مريض مثلا السكر، مريض مرض معين تاني، قال لي أنا بوضح لك حالتك المرضية، بكشف لك المعلومات الخاصة بالحالة المرضية بتاعت حضرتك، بكشف لك الإيجابيات والسلبيات، المخاطر، بكشف لك إن إحنا هنعمل إيه، بوضح لحضرتك الصورة الكاملة للحالة المرضية بتاعتك. يبقى الإفصاح معناها إخبار، معناها كشف، معناها توضيح، معناها عرض معلومات. ركز معايا كده، إفصاح معناها إيه؟ إن الطبيب بيقول للمريض عن حالته، بيكشف للمريض عن حالته، بيعرض للمريض معلومات عن مرضه، بيوضح للمريض معلومات عن مرضه، بيقول له ايه المرض اللي عندك، وايه السلبيات، وايه المخاطر، وايه الاثار الجانبيه، وهنعمل ايه. ادي الافصاح. نبص بقى على الفهم. وانا بشرح دلوقتي انت بتعمل ايه؟ بتسمعني، بتعمل ايه تاني؟ بتفهم المعلومات اللي انا بقولها لك. وعي المريض وادراكه للمعلومات، زي ما المدرس دلوقتي انا بشرح وحضرتك بتسمع المعلومات عشان تفهمها مني. لما قال له المريض، لما الطبيب قال للمريض عن المعلومات، المعلومات بيعمل ايه؟ هو بيسمعها، بيعي تماما الكلام اللي بيقوله المريض، ادراك، استيعاب. ركز معايا بقى كده، الفهم معناها وعي، معناها ادراك، معناها استيعاب. انا بستوعب كل ما يقوله الطبيب ليا، هو بيحكي معايا، بيقول لي حالتك المرضية 1 2 3، آثار جانبية كذا، في مضاعفات هتحصل ليك، طب لو تدخلنا بكذا هيحصل كذا، هنحسن من الحالة المرضية بتاعتنا، هنبدأ نتلاشى نسب معينة، طب لو في إجراء عملية معينة ونجاحها مثلا كبير، وإن إحنا هنخفف الألم، هو أنا بعمل إيه؟ هو بيتكلم معاي. أول ما بيبدأ يتكلم أنا ببدأ إيه؟ أفهم، أستوعب، أدرك، أعي ما يقول الطبيب لي. يبقى تاني كده، إفصاح معناها كشف، معناها توضيح. مين اللي بيوضح لي؟ الطبيب. طب الفهم معناها إدراك، معناها وعي، معناها فهم. طيب هيترتب عليها إيه؟ أول حاجة المشاركة، مشاركة المريض في القرارات المتعلقة بالرعاية الصحية، لأن دي أساس مين؟ أساس الموافقة المستنيرة. أنا باخد من حضرتك الإذن، انت هتوافق بناء على مين؟ بناء على المعلومات اللي هيديها لك الطبيب، وانت هتفهمها هتبدا تقرر. يبقى اذا انا هشارك مع الطبيب في اتخاذ القرار، لان دي موافقه مستنيره، دليل على الحريه.
أنا بوافق بشكل إرادي وليس ضغوط خارجية. إقامة علاقة يسودها الثقة المتبادلة والالتزام والمسؤولية بين الطبيب والمريض. الطبيب هدفه أن يحمي المريض أو يقي المريض أو يقوم بكل ما هو خير للمريض. المريض لازم يضع ثقته في الطبيب لأن هو بالنسبة له العامل الأساسي أو الشيء الأساسي لتخفيف ألامه. يبقى تاني كده، الموافقة المستنيرة إذن من حضرتك، إذن من المريض للحالة المرضية بتاعته. عشان نعمل إيه؟ عشان نبدأ في مرحلة العلاج، عشان نبدأ في مرحلة البحث، عشان نشوف ألامك ونبدأ نخفف. طبيب هيتكلم مع المريض، هيوضح له حالته، المريض هيفهم، هيترتب عليه إن أنا وإنت هنشارك مع بعض. الطبيب والمريض هيبقى فيه مشاركة فعالة مع بعض، وبالتالي هيبقى فيه ثقة وإلزام ومسؤولية. ثقة المريض في الطبيب ومسؤولية الطبيب إزاء المريض. طيب لما نيجي نتكلم على جزئية مهمة جدا وأنا قلت لكم من شوية هنتكلم عليها، قلنا إيه؟ الأهلية. الأهلية هي قدرة الشخص على فهم وتقدير القرارات الصحية والمعلومات وإدراك النتائج المترتبة على اتخاذ قرار. ركز معايا كده، أنا فهمت وعرفت النتائج الأهلية للدكتور، نتيجة الفهم الدكتور كلمني، نتيجة الفهم أنا استوعبت المعلومات وفهمت المعلومات وشفت نتائج الأفعال اللي هنعملها أو الإجراءات اللي هنعملها أو خطوات العلاج اللي هناخدها، هبدأ أتخذ قرار. الأهلية، إيه الأهلية؟ أنا بتكلم مع شخص واعي وعاقل، شخص واعي وعاقل. طب هنا الأهلية، ركز بقى معايا في الحتة دي، الأهلية هو بيتكلم على شخص واعي وعاقل وعنده قدرة على اتخاذ قرار. طب هو أنا دلوقتي لما أقول طلبة تالتة ثانوي أو من سن 15 ل 18 سنة في استمارة الموافقة المستنيرة يتم توقيع ولي الأمر. ليه؟ أنت قاصر، حضرتك قاصر، ما عندكش الأهلية الكاملة إن أنا أخد موافقتك، فبالتالي مين المسؤول عنك؟ مين اللي ينوب عنك في الرعاية الصحية؟ ولي الأمر، الأب أو الأم هي ولية أمر هذا الطفل. حضرتك لسه إنسان قاصر، بالتالي السن من 15 ل 18 سنة ما عندكش الأهلية الكاملة في اتخاذ القرار، وبالتالي لابد من موافقة ولي الأمر، مشاركة ولي الأمر. ولي الأمر هو اللي هياخد القرار بموافقتك على أخذ اللقاح أو رفضه بالنسبة للقاح. تاني كده مع بعض، الأهلية معناها أن أنا شخص واعي بالغ عاقل. في ناس أقول قصر لا يبلغ سن الرشد ما عندهمش الأهلية، بيلجأ الطبيب أو زي ما لجأت وزارة الصحة إلى ما ينوب عنهم المسؤول عنك ولي أمرك. طب الأشخاص المرضى النفسيين أو اللي عندهم اضطرابات عقلية أو ذهنية، هما ما عندهمش قدرة على اتخاذ القرار، فبالتالي بلجأ لما ينوب عنهم، ما ينوب عنهم ولي أمرهم. تاني، الأهلية معناها إيه؟ الأهلية معناها اتخاذ قرار بعد فهم ووعي، ولكن الأهلية اللي بيتكلم عليها زي ما بقول لك دلوقتي كده، ولي موافقة ولي الأمر لسيادتك على استمارة الموافقة المستنيرة لأخذ اللقاح. حضرتك ما عندكش الأهلية الكاملة لأنك قاصر، وبالتالي ولي الأمر هو اللي بيتم الموافقة نيابة عنك. طيب مين تاني ما عندهمش أهلية؟ قال زي المرضى النفسيين، مريض الفصام والمرضى النفسيين اللي عندهم اضطرابات عقلية واضطرابات ذهنية لا يسمح لهم بأخذ القرار. أمال مين اللي بيولى عنهم؟ بيتولى عنهم ما هو مسؤول عنهم كرعاية. أنا ممكن أغير ستايل اللبس بتاعي، ممكن أغير محل السكن، ممكن أغير قصة الشعر، ممكن أغير نظارة معينة، لكن يا ولاد ما أقدرش أخد قرار بتناول دواء معين. بمعنى إيه؟
انا ما اعرفش الدواء ده نسبته ايه، تضرني او ما تضرنيش. تالت طبيب من خلال فهم المعلومات اللي هو بيقولها لي وطرح المعلومات وكشف المعلومات اللي بيقولها، انا ببدأ اخد القرار. مبدأ عدم الحق الاذى، هل الاهلية بتتعارض مع مبدأ عدم الحق الاذى؟ لا تتعارض. الاهلية انا هاخد قرار بشأن المشاركة في العلاج واتخاذ القرار، بس الدكتور كمان ما يعرضنيش للاذى. يعني انا ما اجيش يفهمني معلومات ويوضح لي معلومات واجي في الاخر اقول له انا موافق وافوجئ ان اداني ادويه خطا سببت لي مرض او سببت لي حالات ضعف بزياده او ادت الى تاخر الحاله الصحيه بتاعتي. يعني لو جينا قلنا ام حامل، الدكتور من خلال الكشف تبين ان هذا الشخص مصاب بمرض عقلي او مرض معين، وان الجنين ده مشوه وان ممكن يؤدي بخطر على حياتها، او ان الجنين ده بعد او ممكن يموت في بطنها ما يكملش الولاده، ما يوصلش لمراحل الولاده. ايه اللي بيحصل؟ هي بتعي تماما وبتفهم، وبعد كده بتتخذ قرار بالاجهاض. ده موافقه على ايه بقى؟ الاجهاض بعد ايه؟ هو قال لها المعلومات الخاصه بيها. ركز معايا بوضح لك يعني ايه اهليه. هو قال لها المعلومات اللي خاصه بالحاله المرضيه بتاعتها، وان الجنين كذا، وان ممكن يعمل لها مضاعفات وممكن يموت في بطنها وبالتالي يؤدي الى مخاطر، وان الجنين ده مشوه. وبالتالي هي من خلال فهم هذه المعلومات وادراك هذه المعلومات تتخذ قرار باجهاض الجنين. اتخاذ القرار ده معناه الاهليه، لانها هي شخص مؤهل وواعي. طب الاشخاص الغير مؤهلين بنقول زي القصر او امراض الايه، الامراض الذهنيه او الاضطراب العقلي، الطبيب بيلجا لما ينوب عنهم، ما يتولى عنهم المسؤوليه، لان هم فاقدين الاهليه، عندهم نقص في الاهليه، وبالتالي ما ينوب عنهم هم مسؤول عنهم. ولكن الاهليه مش معناها ان الطبيب يعرض الانسان للخطر. الاهليه لابد ان تتفق مع مبدا عدم الحاق الاذى. الدكتور بياخد قراراته بدواء معين، المريض يوافق على هذه القرارات بناء على فهم ومعلومات، ولكن عدم تعرض المريض للأذى. لابد أن هناك مسؤولية كاملة من قبل الطبيب على المريض، وعدم إلحاق الضرر أو الأذى من خلال الطبيب للمريض. الطوعية، الحرية، حرية الفكر، حرية الرأي، حقي في اتخاذ قراري بحرية كاملة بمحض إرادتي، بمشاركة بشكل إرادي كامل دون أي ضغوط وأي مؤثرات خارجية. مبدأ أخلاقي مهم، الطوعية، أنت حر، بمعنى أن أي قرار موافقة أو أي خاصة إذن أو تصريح لعلاج مريض معين لابد أن يترتب عليه حرية واستقلالية. استقلال، أنا حر في اتخاذ قراري بشأن أن أنا أخذ العلاج أو أرفض العلاج، أعمل عملية أو أرفض العملية وأخذ العلاج الأول وبعدين أكمل عملية. بمعنى لو إحنا جينا قلنا الناس اللي عندها أمراض في المفاصل أو أمراض في العظم، ساعات الدكتور بيعرض عليهم مجموعة من الحقن أو مجموعة من العمليات، وبيعرض عليهم مجموعة من الأدوية، بس الأدوية بطيئة وإن العملية أسرع أو الحقن أو الكلام ده بالنسبة للعظم أسرع. المريض من حقه ياخد القرار بمحض إرادته، هو بيديله حرية، هو طوعية بيوضح له يقول إحنا ممكن نعمل عملية وممكن نعمل إجراء. على سبيل المثال شخص عنده خشونة عالية في الركبة، وإن ممكن يتم من خلال العلاج بأدوية معينة ويتم، أو من خلال حقن الركبة، وبيوضح له المعلومات الخاصة بالاتنين دول. ابدأ قرر. القرار ده اللي احنا خدناه بناء على الأهلية لابد أن يكون فيه حرية طوعية. يبقى لو أنت خدت بالك اتخاذ قرارك مترتب عليه إيه؟ إن أنت حر. أنا حر إن أنا أختار العلاج واستمر في مرحلة العلاج،
او ان انا حر ان انا اخد الطريق الاقصر وهو حقن الركبه. يبقى بالتالي انا عملت ايه؟ قال لي الطوعيه، ان انا خدت قرار بمحض الاراده بقدرتي الخاصه دون اجبار او اكراه، لان ده اهم شيء في الموافقه المستنيره. اذن وتصريح قائم على الحريه، اختيار قائم على الحريه. يبقى اذا انا لما اقول لك اتخاذ قرار بحريه كامله بمحض الاراده بالاستقلال دون اي مؤثرات خارجيه، دون اي ضغوط خارجيه، الطوعيه. قدره الشخص على فهم المعلومات واتخاذ قرار اهليه. استيعاب الشخص للمعلومات وادراك الشخص للمعلومات فهم. توضيح وكشف وعرض الحاله المرضيه افصاح. طوعيه، انا كمريض من حقي اخد ما هو ياخد ايه؟ ما هو من اتخاذ قرار في طرق العلاج دون اجبار او اكراه او اي ضغوط خارجيه. الطبيب ما يجبرنيش يقول لي احنا لازم نعمل كذا، مخالف للطوعيه. الطبيب يترك المشوره الكامله للمرضى. طوعيه، انت حر. كلمه الحريه ده هو العامل الاساسي. الموافقه، ودي قبول المريض للمشاركة في الأبحاث على اقتناع. الاقتناع، أنا فهمت وبقيت تماما للكلام اللي قال واتخذت القرار وكمان بكامل إرادتي وحريتي دون إجبار أو ضغوط خارجية. طبعا الموافقة، إحنا دايما لما يكون حد بيعمل عملية أو بيقول إن إحنا عندنا إجراء عملية تلاقيها دايما بياخد الطبيب إذن مكتوب من المريض بإجراء العملية، وهي الموافقة. إذن مكتوب، توقيع مكتوب بناء على إيه؟ على الموافقة بإجراء العملية. هنبدأ مع بعض رحلتنا في الأسئلة. يلا كده نحل مع بعض. إحنا طبعا متعودين نجهز ورق وقلم. بص معايا كده، هنقرا الجزئيه ونبدا نحللها. واحنا اتفقنا ان احنا مش بنبص على الاختيار اكتر ما بنفهم العباره الاول، وفهمك للعباره 99% الاجابه الصح. يجب على مقدم الرعايه الطبيه الكشف عن معلومات، حط خط تحتيها، الكشف عن معلومات حول العلاج أو الاختبار أو الإجراء المعني، الإجراء اللي هيقوم به الطبيب إزاء المريض، بما في ذلك الفوائد والمخاطر المتوقعة واحتمال أو احتمال حدوث الفوائد والمخاطر. يستخلص القول السابق أي من عناصر الموافقة المستنيرة. ركز كده معايا، أنا مش عايزة أوضح لك الاختيارات. إحنا قلنا عناصر الموافقة المستنيرة إيه هما؟ ها، افصاح، في، أهلية، طوعية، موافقة. طب يجب على مقدم الرعاية الطبية الكشف عن معلومات. يعني ايه الكشف؟ يعني التوضيح. يعني ايه كشف؟ يعني توضيح. يعني بيقول مقدم الرعاية الصحية بيقول المعلومات حول العلاج أو الاختبار، وبيقول الفوائد والمخاطر. يبقى ايه؟ ركز كده معايا، في، افصاح، طوعيه، اهليه، الكشف عن معلومات. برافو. الافصاح هو هنا بيعمل ايه؟ بيقول للمريض على العلاج اللي هيحصل، على الفوائد والمخاطر المتوقعه، بيقول له على ما هو يتم من اجراءات، يحكي معاه، بيقول له، بيوضح له. يبقى الإفصاح. يقول جون ويليامز منذ إعلان حقوق المرضى في 1995 يرى المرضى أن التصرف في صحتهم من حقهم. ركز معي، يرى المرضى أن التصرف في صحتهم من حقهم، وينحصر دور الطبيب في إرشادهم ونصحهم.
يعني الطبيب مش بيجبر المريض على حاجة، هو بيرشده بس وينصحه، ولكن من حق المرضى التصرف في صحتهم كما يحلو لهم. بمعنى إيه يحلو لهم؟ دون إجبار أو إكراه. ف أهلية، إفصاح، طوعي. طبعا الطوعي ليه؟ بقول يرى المرضى أن التصرف في صحتهم من حقهم، والحق معنى الحرية، تصرف استقلال حر دون إجبار. الطبيب هيعمل إيه هنا؟ هيرشد وينصح فقط، هيوضح ويسيب لحضرتك المشاركة الفعالة واختيار قرارك. يبقى إذن الحرية اختيار، دليل على الحرية، قدرة الاختيار معناها إن أنا حر دون أي إجبار. مريض الفصام على سبيل المثال، أو الاضطراب النفسي أو الاضطراب العقلي، قد لا يعتقد أنه مريض. مرضى النفسيين أغلبتهم ما بيعتقدوش أنهم مرضى، وقد لا يقدر ولا يقدر سبب دعوته للمشاركة في بحث. ينفع نشارك هذا المرضى النفسيين أو المرضى العقليين أو اللي عندهم اضطرابات عقلية لإثبات القدرة على اتخاذ القرار. يجب أن يكون الأشخاص قادرين على تفسير أو معالجة الموضوعات المقدمة أو التي تتم الكشف عنها بشكل منطقي، منطقي يعني عقلي، لتقديم سبب منطقي أو منطقي لبناء قرارهم أو اختيارهم. يشير أحد العناصر إلى إيه؟ عناصر الموافقة المصيرين إلى إيه؟ الفهم، الأهلية، الإفصاح، الطوعية. إحنا قلنا مين؟ المرضى النفسيين والاضطرابات هم ناقصي الأهلية، وبالتالي يجب أن يكون الأشخاص قادرين على تفسير. أنا لازم أكون مؤهل أو عندي أهلية كاملة لإدراك المعلومات وفهم المعلومات بشكل منطقي وعقلي عشان أخذ القرار واختياره دون إجبار. هنا هيبقى مين؟ الأهلية. حضرتك قلت لك أنت ما ينوب عنك في استمارة الموافقة المستنيرة ولي الأمر. أيضاً بنقول نقص الأهلية للأشخاص القصر أو المرضى النفسيين أو اللي عندهم اضطرابات ذهنية، ما عندهمش قدرة على اتخاذ القرار، فبنلجأ إلى ما ينوب عنهم. يبقى إذن الأهلية. قدرة الفرد على تقرير الأفضل والأنسب لوضعه. قدرة الفرد على تقرير الأفضل والأنسب، حط خط تحتيه، لوضعه ومبادئه وصوابقه على نحو حر، حط خط، ومستقل بعيدا عن الإكراه، حط خط، أو الإجبار. أنا عندي قدرة على اختيار دون إكراه أو إجبار، يبقى دي إيه؟ برافو، قلنا دون إجبار أو إجراه طوعية، يعني بمحض إرادتي. يبقى تاني كده، فهم؟ أهلية، إفصاح، طوعية، هتبقى إيه؟ طوعية. يبقى أنا بفهم السؤال من قبل ما أبص على الاختيار. يبقى أنا لما قلت قدرة الفرد على اختيار الأفضل والأنسب على نحو حر، أنا حر، محدش أجبرني على حاجة، يبقى إيه؟ الطوعية. إدراك المريض للمعلومات المتعلقة بمرضه ومعرفة النتائج، يشير إلى أحد عناصر الموافقة المستنيرة. إدراك، ركز كده معايا، أنا بشرح دلوقتي، أنت عليك بتعمل إيه؟ بتستوعب الكلام اللي أنا بقوله، بتعي الكلام اللي أنا بقوله، بتدرك الكلام اللي أنا بقوله. يبقى إيه معناه؟ يعني إيه استيعاب؟ يعني فهم. يعني إيه إدراك؟ فهم. يعني إيه وعي؟ فهم. هنا إدراك المريض للمعلومات معناها فهم المريض لمين؟ للمعلومات واستيعابه ليها. يبقى كده يا أولاد هتبقى إيه؟ الفهم. بص كده معايا، فهم، أهلية، إفصاح، طوعية، هتبقى الفهم. يبقى ركز كده معايا، عايزة أوصل لك
معلومة مهمة جدا النهاردة. عايزاك تقرأ السؤال مرة واثنين وثلاثة وتتكلم مع السؤال ونفهم السؤال قبل ما نبص خالص على الاختيار. ليه؟ لأن ده يمنحنا الثقة لما أجي أبص على الاختيارات بتاعتي اللي موجودة. عايز أقول لك إن مهم جدا فهمك للسؤال قبل ما تبص على الاختيار خالص. انسى إن في اختيارات، وأنا عايز أخليك تبص لكل سؤال كده وتفهم معناه الأول. بيقول لي إدراك المريض، يعني إيه أكون مدرك؟ أقول لك إيه؟ أنت فاهمني؟ أنت واعي مستوعب للكلام اللي أنا بقوله؟ شوف بقول لك إيه، استيعاب، واعي، فاهم، مدرك، يعني أنا خلاص أنت فهمت خلاص، يبقى معناها إيه؟ فهم. شوف كده الأسئلة بسيطة جدا. مادة الفلسفة من المواد الشيقة الجميلة اللي تقدر تستمتع بيها، بالعكس انت بتاخد معلومات جميلة جدا في منهج سنة ثالثة وتستفاد بيه فيما بعد. فكلمات زي كده بسيطة، ولكن على الرغم من ذلك من السهل جدا ان انت تفهم وتوصل للإجابة بطريقة سريعة جدا. هي عملية للحصول على إذن، ها؟ أنا عايز أخد منك إذن دلوقتي قبل إجراء تدخل الرعاية الصحية على شخص ما أو للكشف عن المعلومات الشخصية. يشير أحد العناصر الموافقة المستنير، ها؟ أنا عايز أخد منك إذن، أخد منك إذن عشان أعمل إيه؟ ها الإذن ده عبارة عن إيه؟ برافو، موافقة. أنا عايز أخد منك إذن، أنت عايز دلوقتي مثلا إحنا في الفصل، طالب دلوقتي جه عايز ياخد مني إذن يطلع بره، هيعمل ايه؟ هياخد اذن. الاذن ده يبقى دليل على ايه؟ الموافقه. طب انا كده بقول الطبيب عايز يعمل عمليه، لازم يعمل ايه؟ هياخد اذن، هياخد توقيع. التوقيع او الاذن ده عباره عن ايه؟ موافقه المريض باجراء العمليه او بالتدخل بالرعايه الصحيه. يبقى اذن معناه ايه؟ الموافقه. وحتى لما جينا قلنا الموافقة في الأصل من الأول قلنا عبارة عن إيه؟ الحصول على إذن قبل إجراء التدخل في الرعاية الصحية. إمكانية الشخص المصاب بأزمة قلبية أن يقرر مغادرة المستشفى حتى لو كان ذلك يؤدي به إلى الوفاة، حتى لو اعتقد الأشخاص الآخرون بأن قرار المريض خطأ أو غير منطقي. يشير المثال السابق إلى أحد عناصر. أنا قررت إن أنا أغادر المستشفى خلاص، حتى لو كان ده خطأ أو ده قرار خطأ بالنسبة للمريض، لكن هو قرر واتخذ قرار. نركز مع بعض، قرر واتخذ قرار. أنا شخص مؤهل، انا مريض لكن مؤهل، خدت قرار ان انا هسيب المستشفى حتى يعتقد البعض ان ده اختيار خطأ، بس سبيل المثال هو عمل ايه؟ هو خد قرار. ركز معايا بقى، انا عايز اوصل لك معلومة في ايه؟ انا لما اقول اتخاذ قرار وبقرره وعملته يبقى اسمها اهلية. يبقى تاني كده، إمكانية الشخص المصاب بأزمة قلبية أن يقرر المغادرة، هو عمل إيه؟ قرر إنه يغادر، اتخذ قرار إنه يغادر. هتقول لي يا مس ما ده غلط، ده بالعكس قد يعتقد البعض، إحنا وهو بيقول إيه؟ اعتقاد الآخرون بأن قرار المريض خطأ أو غير منطقي، بس هو خد قرار إنه يسيب المستشفى. هو مش بيحب المستشفيات، مش عايز يقعد في المستشفيات، عايز يروح بيته ويقعد في بيته ويتلقى والأدوية بتاعته في البيت. خلاص هو خد قرار، يبقى ده دليل على إيه؟ الأهلية. في ناس كتير ما بتحبش قعدة المستشفيات وتقول أنا أجيب وأنقل الرعاية الصحية بتاعتي كلها في البيت. هو خد قراره بمغادرة المستشفى. البعض بيعترض يقول لك حتى يؤدي للوفاة. طب إيه؟ طب أنت كده هتعرض نفسك للغلط، للخطأ. يقول أنا خدت قرار، مش عايز أقعد، أنا هكمل علاجي في البيت. خد قراره، اتخذ قراره. يبقى هنا ايه؟ الأهلية، قدرة الشخص على اتخاذ قرار. يجب على الطبيب أو مقدم الرعاية الصحية تقديم أو الكشف لك معلومات كافية. يجب أن تتضمن هذه المعلومات مخاطر أو احتمال كل من المخاطر والفوائد.
تقديم، عرض، كشف، توضيح. قلنا مين هي؟ برافو. الإفصاح، عناصر الموافقة المستنيرة قدامنا. احنا قلنا مش محتاجين الاختيار، احنا محتاجين نعمل ايه؟ نفهم العبارة ونجاوب، ودي أهم حاجة. الإفصاح ليه؟ عشان الطبيب فوق بيعمل ايه؟ بيوضح للمريض، بيكشف للمريض، بيقدم للمريض المعلومات. قبل حصول المواطن على التطعيم يشترط أن يكون في البداية بالتوقيع على إقرار يفيد بالموافقة على تلقي لقاح كورونا بحسب وزارة الصحة والسكان. يشير إلى أحد العناصر الموافقة المستنيرة. أنا هوقع على إقرار، هوقع على إقرار بإيه؟ ها يلا، بالموافقة. يبقى هنا إيه؟ إقرار، إذن، أنا همضي عليه. إذن زي ما حضرتك بقول لك عناصر الموافقة الإيه؟ استمارة، اسمها إيه؟ الموافقة المستنيرة. مين اللي هيمضي لك؟ ولي الأمر. طب طالب الجامعة مين اللي مضى له؟ هو مضى نفسه، إن هو كبر. يبقى هنا إيه اللي حصل؟ قال لي أنا باخد الإذن، بوقع على إقرار، أوقع على إقرار بمين؟ بالموافقة. يبقى دليل إن أنا اتخذت قرار بالموافقة. يبقى هنا الموافقة. استيعاب المريض للمعلومات المتعلقة بمرضه ومعرفة المخاطر والفوائد يمثل أحد عناصر الموافقة المستنيرة. ها يلا كده معايا، استوعبنا الدرس النهاردة؟ معناها إيه استوعبنا؟ فهمنا. يبقى استيعاب معناها إيه؟ فهم. من غير ما أبص على الاختيار خالص، أنا بفهم الجملة. فهم للجملة يا أولاد مهم جدا لحل الأسئلة. استيعاب، استيعاب يعني إدراك، يعني فهم، يعني وعي. يبقى كده بص كده، فهم، أهلية، إفصاح، طوعية، فهم طبعا لاستيعاب، إدراك، وعي، فهم. أعزائي الطلبة طالبات، أتمنى النهاردة إن أنا أكون قدرت أوصل لك معلومات خاصة بالموافقة المستنيرة وعناصر الموافقة المستنيرة، ودي كلها أخلاقيات البحث في الوراثة البشرية. كان معاكم الأستاذ شيرين ويليام، أتمنى إن أنا أكون قدرت أوصلكم الرسالة في حل الأسئلة. افهم السؤال، اقرأ السؤال قبل ما تبص على الاختيار. ما تركزش إن ده اختيار، أكتر ما تركز افهم السؤال واستوعب السؤال وادرك السؤال الأول وشوف مغزى السؤال وافهم السؤال قبل ما أجاوب. أتمنى لكم كل التوفيق والنجاح.